عاوز مني ايه؟ انت عارف من جيتك لحد هنا ممكن تعمل فيا ايه؟ تعمل فيك ايه؟ النص اللي في المكتب صاحب اخويا، هو شغال في قطاع تاني تبع الوزاره، وشكل سمعتي قدام الناس تطبي لي كده فجاه وتقولي مباحث، وانا زي الهبل انزل معاك واركب معاك العربيه كمان لحد هنا. مش عارف لما اجيبك على الاسم. الاسم اللي انت عايز تخرب بيتي؟ انا لا قتلت ولا سرقت حد عشان توديني الاسم. بقول لك ايه يا هدير، انا مصدع وممكن امشي واجيبك بقى على الاسم ونقضيها صين وجيم، فهدي كده خدي نفسك عشان ما تشوفنيش تاني. انت متجوزة؟ كنت طلقت من مدة طويلة. وعلاقتي برؤوف ومن غير تحوير، رسائلكم كلها عندي. ولما حضرتك عارف كل حاجة بتسألني ليه؟ ماشي، كان في بينكم معادي من التلاتة، تقابلتوا عندك في البيت؟ لا طبعا، كان أخويا قتلنا. أنا باخد مفتاح بتاع شقة واحدة معرفة نتقابل فيها. آخر معاد رؤوف ما جاش صح؟ فضلت ساعتين مستنياه ما جاش، ولا حتى تليفونه اتفتح. لما اتأخر انا روحت. عندك شهود على الكلام ده؟ صاحبتي فضلت معايا لحد ما مشيت من الشقه. بس دي لو رجليها جت في اي حاجه هتبيعني وش، مش بعيد تكدبني. شكرا. اكتبي رقم تليفونها، انا هبقى اكلمها. ومش ممكن يكون اخوك يعرف بموضوع رؤوف ده فهو اللي عمل فيه كده؟ ما كنتش هبقى قاعده معاك دلوقتي. انا قلبي وقع في رجلي لما شفت صوره رؤوف على الفيس وفكرت في كده. بس اخويا لو كان شم خبر كان جه قتلني قبل ما يقتله. هو انت عارفه ان رؤوف متجوز ومخلف؟ ما كنتش اعرف في الاول. بس بعدين عرفت. وعرفت كمان انه بيستغل الجروب ده عشان يوقع بيه الستات. يعني يا باشا، أنا يعني كنت أغير عليه ولا كنت هطلب منه يتجوزني؟ يا ريت كنت أقدر. بس أنا كمان عارفة كويس أوي هو شايفني إزاي. كلكم، مش هو بس. حظك حلو إنك ما وقعتيش في واحد مؤذي. لو اسمك جه في القضية مش أخوكي بس اللي هيعرف، مصر كلها هتعرف.